اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم انا في هذا المباشر مؤلم من مدينه الدار البيضاء. اليوم كان عندي صعيب بزاف، كان اليوم عندي صعيب بزاف، كاع الخدمه اللي دازوا واخا كيكون فيهم بزاف ديال 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 الحوايج اللي صعاب كيكونوا دايزين، ولكن اليوم كنا خدامين، ماشي غير انا، لا بالنسبه لرجال الامن، لا بالنسبة لرجال الوقاية، لا بالنسبة للزملاء اللي كانوا معنا، يعني كل كان خدام ومضرور وكاعي ومقلقين كانت واحد الحادثة تسير، ماشي حادثة، فاجعة اللي ضراتنا في خاطرنا بزاف. وأنا علاش درت هذا اللايف دابا؟ باش نطلب من المشاهدين الكرام اللي كيشوفونا يدعيوا مع واحد الزوج والزوجه اللي الله يكون في عونهم، يا ربي تصبرهم، عاتي بنيه عندهم. باش نعاود لكم من الاول، الزوج مشى جاب بنيته من المدرسه وجاي في لوطوروت، زيرو رموك، شوف اش وقع بيناتهم، رموك طلع في الطوموبيل من الجنب، الطوموبيل بقات كتضرب، خرجت دريه صغيره عندها 5 سنين، ملائكة خرجت من الدجاجة، الباب اللوراني حيت كان محلول الدجاج، داز عليها الرموك، وقفوا، الأب تضرب مع تكرفصات الطوموبيل، هبط كتبان ليه بنتو داز فوق منها الرموك، حنا وقفت أنا في البلاصة، جيت في ديك اللحظة، الوقاية كلشي كاين، يعني مغطين البنية شايبة ملاك زوين. عرفتي تنشوف الاب كيترعد، ما بقاش عارف شنو كيقول ولا شنو تيدير ولا وكيرد السين، واش انا اللي كنت جاي انا وبنتي ولا شنو وقع ليا، تلف مشيت بقيت كنصبر فيه، ولكن انا بقيت عارف ما نقول ليه. كندور كتبان ليا البنيه مغطيه، الدراري ديال الوقايه مساكن دايرين بالاب كيصبروا فيه، رجال الامن، كارثه. الكارثه عاوتاني الثانيه هي بقينا كنصبروا فيه، هز التليفون عيط للزوجه، الزوجه مسكينه كي غتقبل، جات اللحظه اللي جايه في الفاصل الاخر حطات الطوموبيله، نقزات داك الحيط، ما عرفاتش كي تطاحت وجايه كتجري كتغوت، قلنا لها البركه في راسك، قالت لي شنو هي البركه في راسك السيده، ما بقاتش عارفه اش كتقول، البركه فراسك، شنو هي البركه فراسك؟ جات واحد الهستيري على الدراري ديال الوقايه، بقات كضرب فيهم، الدراري ديال الوقايه حادرين يديهم كضرب فيهم، تيقول لها غير صبري غير صبري، ما عرفنا ما نقولوا لها، السيده ما بقاتش عارفه اش كتقول، الام راه تنقولوا الام، وبنيه 5 سنين داز عليها رموك، ما بقاتش غتشوفها، بغاها الله، ما عندنا ما نديرو، قضاء الله وقدر، ولكن المنظر راه صعيب بزاف، راه الناس كيدوزوا غير كيشوفوا غير ديك المنطقه مغطيه البنيه، كتبان راه بنيه صغيره، الناس ما كتبقاش قادره تمشي قدام، ولا كاين اللي كيبكي، دخنا حنا براسنا دخنا، ما بقينا عارفين، نسكتوا الاب نسكتوا الام، نعودوا نشوفوا البنيه، نصبروا بعضياتنا، انا لله وانا اليه راجعون. فاجعة اللي كانت صعيبة بزاف، راه كنطلب من المشاهدين الكرام ان اي واحد يدعي مع هذيك العائلة، هذاك الاب والام كيعيشوا في امريكا عندهم غير بنية، يدعي معاهم بالصبر، راه الام راه مشى معها واحد من الدراري المسؤولين، ركب معاها وركبها في طوموبيل حتى هو سايق بها حيت ما بقاتش عارفة، الاب بقى معانا ما عرفش اش كيقول، ما عرفش شنو واقع، يا ربي تجمع الشمل بيناتهم، هذاك الشيء اللي شنا، الام ما بقاتش عارفه اش تقول، حملاته المسؤوليه، بقينا معاه حنا كنصبروا فيه، هو ما عرفش اش ودني، ما عرفش شنو كيسمع منا، ما بقاش عارف اش كيسمع، رجال الامن حتى هما مشكورين، حتى هما كيصبروا فيه، جات سياره ديال الاسعاف غديه، ولكن اش غادي نقول لكم،
سيد مدمر ما عنده حتى عائله هنا مكرفص. حنا بدورنا ما بقينا عارفين واش نتبعوا الزوجه للسبيطار نصبروها ولا نتبعوه هو ولا نبقاو كنضروا بعضياتنا. حنا صحفيين كان ما بقى عندنا ما يتقال. المنظر اللي شناه ما بقيناش عارفين نعاودوه. دخنا بزاف قدر الله وما شاء فعل. ما عندنا ما نديرو هذه عطيه الله. ما عندنا ما ندير ولكن صعيبه عليهم جوج. حنا راه غادي نساو مع المده ولكن هذاك الزوج والزوجه راه صعيب انه ينساو هذيك الملائكه. دريريه شهيبه عاتي راه جايبه من المدرسه شكيكيره صغيره في الغوز صبيبات ديالها تنصل ودوك الكوتي ديالها في دوك الطويسات ودوك السوبيرات عاتي مليوحين. راه داكشي كنشوفوه في الارض راه كلشي خرج من الطوموبيل. راه كنشوفوه في الارض راه داكشي راه كارثه. راه كارثه بمعنى القايل كارثه كارثه. كنشوفوا داكشي كنشوفوا المنطقه مغطيه الاب مسكين وقيناش عارفين شنو غنديروا معاه. رجال الوقايه حاولوا انه عرفوا الام راه جايه حاولوا انهم يجمعوا ديك البنيه في الساق. شدينا المنطقه على حساب الناس اللي كيدوزوا باش ما يبقى يشوف حتى واحد. جمعات في الساق دخلات السياره ديال الاسعاف. الوقايه كتغسل في داك البلاصه اللي فيها الدم وداك الشيء غسلنا داك الشيء. جات الام لقات داك الشيء مغسول. ما عرفناش اش غادي نقولوا لها. ما عرفناش شنو غادي. بقينا كنصبروا فيها ولكن الصدمه زعما جاتها ضربه قويه. شي تجيك في الفلوس تجيك في صحتك انت وما تجيش في الوليدات خصوصا خمس سنين صعيبه. يعني اش غادي نقول لكم. انا في ديك اللحظه كنتفكر هذاك الزوج والزوجه كيفاش غيديروا حتى يكملوا حياتهم عاديه لما يتفكروا ديك البنيه. صعيبه بزاف والله القسم صعبه. راه حنا بكينا قبيله كندور كنشوف رجال الامن كلشي مسكين غير صابر حيت كل واحد في ديك اللحظه كيتفكر وليداتو. بالنسبه للناس اللي مجوجين كل واحد في ديك اللحظه كيتفكر وليداتو كيحط راسو في ديك البلاصه. حتى واحد ما يبغيها ولكن ما عندك ما دير. جات من عند الله. كدور كنشوف الزملاء اللي معانا كلشي مساكن مدمرين. رجال الوقايه ما بقاش عندهم داك عثمان فين كنتلاقاو معاهم كنسلموا ونضحكوا. حتى واحد ما بقى مسكين في الضحكه في وجهه. كلشي كيشوف فك كيبان لك مسكين مدمر. بقاو فينا داك الزوج والزوجه حيت علاش هذيك البنيه هي الشميعه عندهم في الدار. هذيك الشميعه اللي عندهم في الدار وكتضحك معاهم طفات. هي كتطفى لك هذيك الشميعه راه ما كيبقى والو في الدار. كيفاش غادي تجمع؟ كيفاش غتريح؟ كيفاش غتكون الضحكه؟ علاش انا درت هاد اللايف؟ باش ندعيو مع ديك البنيه وندعيو مع دوك الناس الله يصبرهم والله يخفف عليهم ما نزل. ما عندهم ما يديروا. قدر الله وما شاء فعل. هذه جات من عند الله. مشات عند اللي حسن منا. مشات عند الله. ما عندنا ما نديروا. اي واحد يدعي مع ديك الزوج والزوجه الله يصبرهم. هذا الشيء اللي بغيت منكم. مشاهدي الكرام شكرا لكم على تتبعكم والله يصبر هاد الناس.